اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم الاساتذه الكبار. استاذ جمال الزهيري، ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. منور حضرتك. استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ كابتن بر حضراتكم ايه؟ كله تمام الحمد لله. مبدئيا كده خلينا بما اننا بنتكلم عن النادي الاهلي وعن مباراه القمه وعن ما حدث والامور دي كلها، ولكن انا قبل ما ابدا اي حاجه، ايه رايكم في اداء فيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام؟ فيتور بيريرا ده بيحير الواحد. يعني هقول لك، يعني هو الحقيقه انه من ساعه ما تولى مسؤوليته ما شفناش اي بصمات يعني تذكر بشكل ايجابي على اداء التحكيم. ويمكن احنا اتكلمنا برضو مع حضرتك هنا عن يعني دلوقتي اقدر اقيمه، يعني ما يقعد طبعا سنه طبعا تقريبا لا فيها وقفات كتير. في اولا اهمال شديد لمسألة إعداد الحكام وصقلهم وتصعيد صحيح وجوه جديدة. وعلى فكرة أنا برضو يمكن قلت لحضرتك الأسبوع اللي فات أو اللي قبله إنه في شكاوى كتيرة جدا من حكام في المناطق. أوكي، يعني ما هو أصل المناطق دي مش جزر منعزلة، يعني مش كل واحد واخد المنطقة بتاعته صحيح وبيشتغل على مزاجه. صحيح، المفروض يبقى فيه سياسة عامة الناس دول بينفذوها عشان هدف اكبر او اسمى انه يطلع حكام. احنا الحقيقه ما بنشوفش ده. مستوى الحكام نفسهم احنا دايما بنقول مش عايزين نعترض، مش عايزين نهز ثقتهم في نفسهم، انما الاداء غير مرضي. صحيح، يعني المفروض لما يبقى في اخطاء بتتكرر الاخطاء دي يجب ان يتم المناقشه فيها داخل الغرف المغلقه في لجنه الحكام. ما يحصلش وتوحيد القرارات وصقل الحكام وتجنب الاخطاء، كل الكلام ده طبعا ما اعتقدش ان هو بيعمله، يعني مش باين اثره على الحكام. مستوى الحكام من خلال المباريات اللي بتشوفها. استاذ محمود، رايك برضو في هذا الامر؟ موضوع كبير يا كابتن، الموضوع مش سهل، واكبر من بيريرا نفسه. صحيح، اكبر من كلاتنبرج. كنا شفنا كلاتنبرج بعد كانت الضجه الكبيره جدا عشان نجيبه، وبعد لما جه شفت الحمله اتعملت عليه ازاي، يعني كانت واضحه وصريحه. السؤال، انت كان ايه هدفك بانك انت تتعاقد مع خبير اجنبي؟ انك تطور التحكيم. تطور التحكيم صح طبعا. وانك انت يعني ده الهدف، يعني الاساس ده الهدف، والتطوير ده يظهر بعد فترة، يعني مش هنقول شهر اتنين تلاتة، الشهر الرابع لازم ايه المكنة تطلع ايه. انا فاكر ان انا لما سألتك من سنة تقريبا قلت لي لما نشوف مش هينفع دلوقتي. ما انا بقولك فانت المسألة انت عاوز تعمل اعادة تقييم. طيب هل التجربة نجحت ولا فشلت؟ فيها ايجابيات وفي سلبيات، والسلبيات ظهرت بكثرة يمكن مع الفترة الكبيرة وحالة الارتباك، رغم ان احنا عملنا اشادة بحكامنا في امم افريقيا حقيقي. كان مردود العوده غريب جدا على ناس فقط. ده السؤال الاهم. ليه بقى حضرتك لازم تبقى عارف انك انت برضو في الفتره اللي احنا بنعيشها اللي هو غياب الجمهور عن المدرجات بكثافه على فكره ده ليه وقع وليه تاثير الله. على اللعيب طبعا، وعلى المدرب وعلى الاداري وعلى الحكم فطبعا انت الضغوط دي لما تبدا تظهر بتبان هنا القدرات، بتبان هنا الاخطاء. احنا مش عاوزين اروح اقول لك في اخطاء متعمده، ولكن عندما يغيب الضمير لا بيريرا ولا الف واحد زيه مش هيقدر يرجع لك ولا يعيدك. صحيح. المشهد، ولما يكون الحكم اصبح شخصيته ضعيفه وسلم نفسه لحكم الفي ار اللي هو قاعد في الاوضه المكيف مستني هو اللي اديله القرار، خلاص انت افقدت الحكم هيبته وشخصيته. لان المفروض بامانه شديده، يعني حتى رغم ان الانجليز اللي هم يعني الاساتذه في اللعبه كل حاجه طبعا في اللعبه في كل حاجه عملوا تصويت، يعني نمشي الفيار بس ده نادي واحد بس نادي وهو اشتكى بعد كده كله خلع. صح، كله خلع ايده كله خلع باعه يعني وولفرهامبتون ما ليش حد بعد ما كانت الضجه وهنعمل وهنشيل قام عمل التصويت. فاللي انت عاوز تقوله يا كابتن، طيب فتره بيريرا هل هنشوف تقييم للفتره؟ يعني هنقول يا جماعه التقييم عامل ازاي؟ هل انت شفت النهارده لقطة المباراة الجولة الختامية النهاردة في دور الترقي؟ شفت الفرقة نزلت هتقع بالتحكيم وفرقة تانية ما نزلتش وتعزف السلام الوطني وبتاع وضربوا كانوا ضربوا القرعة ما بين بعض شفت انت؟ شفت ختام المشهد ما بين حرس الحدود والسبورتنج؟ خناقة. شفت الخناقة؟
شفتوا الاسر نزلت ارض الملعب؟ هذه هي التحديات يا كابتن. هي بقى هنشوف بقى هنا القرارات. قرارات مين بقى؟ قرارات ايه؟ هنشوف المراقبين كتبوا ايه؟ والحاجات اللي انت شفتها بعينيك؟ ما انا بقول لك اهو، والحاجات اللي انت شفتها بعينيك، والحكم سجل ايه؟ والرابطه هتعمل ايه؟ واتحاد الكوره هيعملوا ايه؟ انا مع حضرتك، ولكن هل من الممكن اقول ان ده بيحصل كله لانه اتحاد كره القدم ده مسير للاعمال فقط خلال الشهر ونص الشهرين اللي جايين؟ لا يا كابتن، لانه في اكمل وعلى حالك كل اللي عايزه. خلال الشهر ونص الشهرين اللي جايين دول هو اتحاد الكره مش هيعمل حق، يعني حضرتك عارف ان في انتخابات بالكتير قوي، بالكتير قوي يا اكتوبر يا اول نوفمبر، صح ولا انا بقول غلط؟ صح. طيب فانت عندك 3 شهور بحد اقصى، فهو عشان كده يعني مفيش حساب، مفيش نظام، مفيش. انا بشوف ان في حاجات كتيره قوي بتحصل مش من المفروض ان هي تحصل يا استاذ محمود، دي حاجات بسيطه عمرها ما كانت بتحصل يا جماعه قبل كده. الكلام ده هو مؤسسه، عمل مؤسسي ولا عمل اشخاص؟ لا ما هو انت اللي تقول لي بقى. انا بقول لك اهو المفروض عمل ايه؟ مؤسسي، يعني انا ما بشوفش كده. تحكمه لوائح ونظم وقوانين، ده المفروض. المفروض واشخاص يديرون هذه المنظمه. صح. يعني ايه؟ جه اسلام مشي، اسلام جه محمود، جه محمود صحيح. مشي اسلام، النظام ايه؟ ايه موجود، الكوبايه دي قاعده ثابته بالميه اهو، انا بعمل حاجه، انا احرك كده. هو نزول الناس الملعب، هو ده محتاج اسلام. انا بكلمك اهو، انا بقول لك النهارده مشهد بديهيات، مشهد لا مشهد في غايه الاسف والحزن على ما وصلت اليه كره القدم المصريه. هو في حاجه اسمها فرقتين النهارده، فرقتين في مشهد مؤسف. الغريب الاسر بقت موجوده بيحاولوا يمنعوا اولادهم انهم ينزلوا الملعب. حجم لو كان في، لو عارف اللاعب اللي دخل جاب كرسي عشان يضرب ويجري، لو عارف انه هيبقى في عقوبه وعارف انه في كلام، هيعمل ايه؟ هيفكر ألف مره هو والاداري والمدرب. لكن المشهد النهارده اذا والله اذا لم تكن رابطه الانديه، انا بقول اهو استاذ احمد دياب وبقول اتحاد الكوره، اذا لم يضرب بيد من حديد بهذه الوقعه المؤسفه المسيئه النهارده لعقاب الجميع، ها لو وصل الامر ما فيش حد يصعد. لو وصل الامر انك انت هتقول ان انا هد وابني من جديد. لكن المشهد اللي حصل النهارده لا شيء. لو قبل المشهد الاول كمان، ما انا بقول لحضرتك المشهد الاول ده، ما أنا الناس واقفه بتسمع السلام الجمهوري، فريق واحد والفريق الثاني، انا بقول لك دي غريبه قوي. ما انا عاوز اقول لك ايه، ليه انت عامل الحدوته دي كلها والمشهد ده اللي احنا بنعيشه في مباراه القمه؟ ايه نتيجته وسببه؟ اللوائح يا كابتن، مباراه القمه يا كابتن، يا كابتن في لائحه، في لائحه اسميها فريق ما يروحش ماتش عشان يعدي ماتش يروح ماتش التاني، تقول لي اخصم منه 3 نقاط ودي له 3 نقاط في اخر السنه. كلام ايه ده يا جماعه؟ يعني انت الكلام، يعني الكلام ده حصل في 24 فبراير 2020 خلاص، وحصل في سوبر وما طرحش، وقال لك ايه بعد ما قال لك القرار حربان سنتين ومش يقولون بعد لك لا ما قلناش كده. لا النخبة، النخبة السوبر، يعني عارف انت ايه؟ عارف انت خدها من عبارة ايه؟ ظروف قهرية واعتذار. يا سلام، ده في أي لايحة وفي أي كلام وأي منطق؟ لما جيت قلت ايه؟ طب هنروح الملعب، قال لك لا ابعت جواب قول فيه انه ده انسحاب. خلاص، يبقى انت هنا، هنا انت ايه؟ انت هنا فتحت باب لم تغلق، باب الشر فتحت، عملت موارد. اذا لم تكن هناك لوائح قويه تطبق على القوي قبل الضعيف مش هنصلح حال الكوره. لكن المساله تدار بهذا الشكل، سيبقى هذا الوضع وسيبقى المسابقه بهذا الشكل، ويبقى الضبابيه اللي احنا عايشين صحيح والحسابات مختلفه. يجب ان يكون يا استاذ جمال هناك لائحه قويه جدا 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 تطبق على الجميع، نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي المصري ونادي الاسماعيلي والاتحاد والمحلة وكل الأندية الكبيرة والجماهيرية أولا قبل أي حد تاني كمان. هو بالتأكيد إن هم دول اللي بيبقى لهم الثقة. عارف كابتن، أنا بزعل جدا لما بعد، إحنا في القرن 21 21 وعدينا منه 24 سنة كمان، يعني ربعه صحيح، ولسه الناس بتتكلم في لوائح ان مفيش لوائح. ما مفيش، هو حضرتك أيوة شايف لا ما أنا الشكل العام في كرة القدم. أنا بستغرب ليه ان احنا لغايه النهارده لسه وكاننا بنخترع العجله، يعني يعني بادئين ما قبل التاريخ. يعني ده 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 بيقول لك ايه؟ يعني اذا كان هناك لائحه وتطبق تطبق على النادي الاهلي، تطبق على نادي الزمالك، تطبق على كل الانديه. صح؟ طبعا. طيب لو ما كانش، لو كان فريق اخر
غير النادي الاهلي. أيوه. اللي سافر ولعب في كاس العالم للانديه. اه. وسافر ولعب في الدوري السوبر الافريقي. تمام. وسافر ولعب السوبر المحلي. اه. ورجع لعب او 12 لعيب راحوا المنتخب الاول. أوه. وبعدين رجع لعب المباريات الاخيره مع المنتخب. ثم اجلت له هذه المباراه. ما كانش هيحصل كل اللي احنا فيه ده لانه مش اسمه النادي الاهلي. اول ما الاسم النادي الاهلي دخل بيقول لك المؤجلات والمؤجلات بوظت الدوري والمؤجلات. طب يا جماعه انا هعمل ايه؟ أوه. انا كنادي اهلي انا ذنبي ايه؟ وبعدين الانديه كلها انا هعمل ايه؟ الانديه كل نادي يؤجل له على اساس حجم مشاركاته. الله ينور عليك. يعني النهارده مش عشان النادي الاهلي بيشترك. احنا نقدر نقول باختصار وببساطه النادي الاهلي خلال السنوات الماضيه صحيح انا بقول ان هو بيحمل لواء الكره المصريه بلا شك مع كل الاحترام مظبوط للجميع على المستوى الافريقي والدولي بيثبت جدارته. فما جيش النهارده انا اقول اي كلام واطلب الناس تصدقه. اه طبعا. يعني ما جيش اقول على فكره وناس مصدقه. انا نفسي افهم ما هو بقى. يعني لو كان نادي اكس مش هقول زد لانه في نادي زد. لا نادي واي. نادي اكس ده إكس هو واي. اللي لعب هو اللي لعب كل هذه البطولات اللي بنتكلم عنها. اهم حاجه الاهلي بس. اول ما الاهلي يتحط في بتاع يقول لك مش معنى الاهلي. بص يا كابتن الكلام ده كله كلام ناتج عن ضعف اصلا في اللوائح والنظم. ما هو ده اللي الله ينور عليه. ضعف اللوائح هي ميزه النادي الاهلي. لو في مسؤول في اتحاد الكوره او في رابطه الانديه يطلع يقول يا جماعه ما تتكلموش لان النادي ده عنده حق. النادي ده احنا مش بنأجله. بس الناس بتقول والله ما حدش بيرد. لا لا والله بيقولوا. ليه ما النائب احمد دياب لما سئل لما سيف كابتن سيف زاهر سأله كذا كذا قال له ما فيش حد بيلعب زي الاهلي. ايوه يقول بقى وقراراته تبقى كده. قراراته واضحه. القرارات تبقى قرارات واضحه بمنتهى الوضوح يعني. لكن انا هنا انا ايضا بتكلم عن ايه؟ ان انت ما حدش بيلعب مثل هذه المباريات ومثل هذه بالزبط. البطولات يا استاذ جمال. يا كابتن هات بمنتهى البساطه عدد المباريات اللي لعبها الاهلي واللي لعبها كل الانديه. شوف فرق كام مباراه. انت بتتكلم على ان اقصى فريق لعب في الدوري بس تسعه. في الدوري لعبوا كام ماتش؟ اكتر من 25 25 الاهلي لعب زي ما قلنا 40 42 مباراه تقريبا. 42 مباراه تقريبا على مستوى على جميع المستويات صحيح وفي العديد من البطولات. فما نقارنش بقى ده بده. يعني النادي الاهلي لم يطلب لمزاجه ان هو ياجل. ومش بياجل عشان يقعد في البيت او يطلع مصيف. لا عشان يقعد في البيت ويطلع مصيف. هي كده يعني وهنقول ايه؟ طيب هيروح يصيف يعني استاذ جمال. انت اصل النادي الاهلي بيتجامل. هم الناس عايزيننا نقول كده عشان يا جماعه والله الكلام ده معلش ده كلام اكتر نادي متضرر فيما يحدث خلال هذه الفتره من كل يومين ثلاثه ماتش هو النادي الاهلي. طبعا اكثر نادي متضرر من ان النادي المنافس هو نادي بيراميدز دلوقتي بيصل لنقطه 62 وانت عندك 45. الاهلي خسر بطوله الدوري بسبب كده وبنفس المنتخب بسبب واحد اثنين اثنين بطولتين بس كان في واحده فيهم كمان المنتخب الاولمبي لو متذكرين لما خدوا الشناوي وحد ست كمان ست لعيبه من عندك كانوا في المنتخب الاولمبي. وعاوز اقول لك على حاجه ثلاثه صح تحت ثلاثه فوق ماشي. انت في الفتره دي هو 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 رئيس نادي الزمالك لما كان رئيس للجنه وقتها مش طلع ألف تصريح رسمي على الهواء قال يا جماعه انا اتفقت مع الاستاذ احمد مجاهد على ان احنا نضغط الاهلي في المؤجلات. مش قال تصريح رسمي مع الناس كلها سمعته وشافته بودان. في حد علق ولا حد مش هو اللي قال انه جواب الايقاف جالنا واحنا خبيناه واتفقنا احنا ما نطلعهوش. في حد طلع كلمه؟ مش انت اللي قلت ولا انا اللي قلت؟ يعني انا عايز اقول لك ايه؟ صحيح محدش طلع قال لك على حاجه. خدت البطولتين باخطاء تحكيميه بس النادي بس النادي الاهلي بيتجامل يا استاذ محمود. ما انا بكلمك يا استاذ محمود ليه هعمل كده اللي بيني وبينك يا استاذ محمود؟ النادي الاهلي بيتجامل بيني وبينك يعني ما هو بيتجامل. انت عاوز تاخد كل حاجه مش انا قلت لك كده؟ طبعا هياخدوا الحته دي هياخدوا الحته دي من بقه يقول لك اهو بصوا بيقول مش عارف ايه. طبعا انا بتريق يا جماعه. اسلام الشاطر يعترف يعترف تصدق صح يعترف يا جماعه عشان تاخد بالك سوشيال ميديا على طول. انا بتريق ما بقولش يا كابتن اسلام. يعني اللي انا عاوز اقول لك انت بتتعرض لحمله ممنهجه. طيب عشان دي لا اصل دي مهمه دي مهمه جدا. فعشان الحمله الممنهجه دي اصل انا كان سؤالي اللي جاي عن هذه الحمله الممنهجه
اللي بتدور حول النادي الاهلي وبيدوروا اشخاص عبر واتساب واضحه ومعروفه واشخاصها وتوزع الادوار وده يطلع يتكلم في قضيه وده يطلع يتكلم في قضيه انا عايزك تشرح بقى كل الكلام ده ولكن نطلع فاصل عشان فاصل مهم ونطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم على توزيع الادوار في هذا في هذه الامور وهذه الحمله الممنهجه اللي ضد النادي الاهلي نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى استاذ محمود معلش عشان كنت استاذ جمال بعد اذنك عشان استاذ محمود هو اللي كان بيتكلم في هذا الامر كمل يا استاذ محمود اتفضل يا استاذ محمود انا عاوز اقول لك فيما يخص ان الموضوع انت بتتعرض لحمله تشويه وتسويف وتضليل بالصوت العالي والحنجريه والصوت العالي والزعيق والخناقات وفرض امور واللعب على ايه على اجتزاء عبارات وجمل واهم حاجه ان انا احاول ان انا انال منك انا قلتها لك وبقولها لك وهظل اردد هذا الكلام انا مش قادر عليك اسيطر عليك في المستطيل الاخضر هطلع في الاستديوهات اقول ان انا عايزه وصل الامر من حجم الكذب والتجاوز والتجريح للنادي الاهلي امر يفوق الوصف وده كلام في منتهى الخطوره اذا كان البعض يعتقد انه الان الفتره دي حاله هدوء انا بقول لك جمهور الاهلي مش هينسى الكلام ده لكل من حاول ينال من فريقه صحيح ينال من ناديه فالامر في غايه الخطوره وامر للاسف انا برضو من خلال متابعتي لم ارى ولم اشاهد احد من نجوم الاهلي الذين اعتزلوا والذين يظهرون في البرامج حاول بالقريب او بعيد ان ينال من المنافسين لكن الان هناك من يتجرأ من نجوم من لاعب المنافس بصوره او باخرى بحجم الكذب والكذب ايه والتضليل والدعاء والحلفان بامور في غايه الخطوره لا 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 محل لها من الاعراب المؤسف انه دخل على الخط ايضا بعض الصحفيين الذين تحولوا الى مشجعين ماشي بصوره او باخرى كل الواحد بيبحث عن الليلة وعن هدفه ان انا ايه اهم حاجه الاهلي الذي اصبح مصدر رزق لناس كتير جدا من محاوله انك انت التجريح والتطاول والكلام ده فبحاول ان انا اعمل ايه احط بقى الترند بقى كارثتنا في اللحظه دي يا كابتن اسامه ال- 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 الكلام اللي هيظهر في الايام الجايه وهيكون في موقف ان هناك مجموعه اسمها مجموعه الواتساب ايوه مجموعه واتساب معروفه بيقودها صحفي معروف من مجموعه توزع الاسئله والافكار على مجموعه برامج هدفها الاساسي ان انا ازاي احطم معنويات الاهلي ازاي ان انا حقيقي يعني. طبعا ازاي ان انا اشوه ازاي ان انا وصل الامر انها تخطط الحدود تخطط حدود ايه الوطن الا انك انت عندك برنامج واثنين في احد الدول العربيه وده امر غريب جدا وامر في غايه الخطوره وأطالب بإدارة النادي الأهلي بكلها موقف شؤونها القانونية في المرحلة اللي جاية لأنه ما ينشر أمر أنا بقول لك أهو تخيل أنك أنت لو اتكلمت عن هذه الدولة أو اتكلمت عن دورية أو اتكلمت شوف الرد الفعلي يبقى عامل إزاي لا يا جماعة الأهلي ما يستاهلش كده وبقول أنه إدارة النادي الأهلي مطالبة ببعض الأمور برنامج في الإمارات برنامج في العراق برضو لمنتمي لمنافسين ومن خلال برضو ايه من خلال افكار الواتساب برضو اللي بتوزع ليه الهدف واضح يا جماعة الهدف واضح هو الضغط على الاهلي هو تشويه الاهلي مش هنا بس لا بره لكن الناس اللي عندها الحقيقة عارفة قيمة ومكانة الاهلي لا مش منتظر من دول يقولوا له كلمة حلوة لا مش هيقولوا لانه عارفين حقيقته بتبقى ازاي انا شايف انه الامر في غاية الخطورة امر زاد عن الحد يتوجب بأمانة شديدة في اتخاذ خطوات ضد الناس دي لأنه المشهد اللي احنا شايفينه مشهد غريب جدا علينا احنا وصلنا في حجم التراشق الأهلي ما بيردش ومش هيرد طبعا دي معروفة السياسة مدار الأهلي كله وتاريخه إعلامه كله ما بتكلمش على رد ولكن أنا شايف أنه الوضع في غاية الخطورة يا كابتن إسلام وأعتقد أنه لازم يكون في خطوات على فكرة تصعيدية في الأيام اللي جاية أستاذ جمال شوف يا كابتن أول حاجة طبعا أنا مش يعني مش بعقب على كلام محمود لكن هو دي حقائق موجوده سواء كانت ظاهره او مختفيه في ناس مش مرتاحين وده وضعهم ودأبهم منذ عشرات السنين من خلال شغلنا يعني واحنا عارفين ان دي في اجنده كده عند ناس ان هو مش قادر يكسبك فبيحاول يبوظ لك الدنيا لكن برضو لازم نقول حاجة مهمة جدا ان النادي الاهلي ما شاء الله ما شاء الله على مدار السنين هو الاكبر هو الانجح حقيقي. هو الاكثر قدرة على امتصاص الصدمات صحيح. يعني احنا في الازمة الاخيرة النادي الاهلي لم يتكلم في ازمة الانسحاب او الاعتذار ليه لان الاهلي سياسة النادي ايوة لان الاهلي بيعتبر نفسه
ليس طرفا. معلش بالمناسبه برضو لانه معلش فتحت جرح بالنسبه لي اقول انه الناس قعدت ما بتعلقش على الكلام اللي بيتقال يا عم ما تعلق يا عم مش عارف ايه يا عم يا جماعه بعد لا ومعلش المنطق والنجاح ان انا ما ردش على حاجه لا 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 ما جاش اسمي فيها لا غير كده يعني واحد بيقول انا مش عايز العب خلاص لا لا مش هي دي النقطه يا استاذ جمال مش هي دي النقطه في ان انت هنا بتمشي على حسب سياسه طبعا اسمها سياسه النادي الاهلي ايوه دي مهمه النادي الاهلي في سياسه تحريريه تمشي من خلال القناه لا وفي سياسه على مستوى مجلس الاداره في توافق او وفاق الله ينور مع عليك. الاداره الاخرى في الانديه الاخرى في الاخر اقصد اقول لك ان هنا مش كل واحد بيطلع يقول وجهه نظره انت بتتكلم عن سياسه طبعا. تخص نادي كبير لان انت بتمثل النادي الاهلي وسياسته فممكن جدا انا عايز اقول رأي الشخص لكن ما ينفعش اقول رأي شخصي لانه انت بتمثل بالظبط بس لكن في الاجمال نقدر نقول انه النادي الاهلي الصمت ليس معناه ضعف حقيقي النادي الاهلي لما الدنيا بتستدعي الرد لا النادي الاهلي بيرد وردود قويه جدا على اي حد صحيح واخد بال حضرتك يعني في ازمته في ازمه النادي الاهلي اللي هي بتاعت نهائي افريقيا قصه الخطاب الضائع واتحاد الكوره والدرج والكلام ده النادي الاهلي فضل ساكت واستحمل وراح لعب المباراه ما هو احتراما للبطوله حقيقي واحتراما للاطراف الاخرى حقيقي وراح لانه بيمثل مصر فراح ولعب وحتى خسر ورجع وما زالت الواقعه معروفه وتم التحقيق فيها ولم يتخذ فيها اجراءات صحيح ولكن النادي الاهلي قريب جدا كان مطلع خطاب او بيان ضد اتكلم فيه هذا التحكيم واتكلم فيه عن القصه دي صحيح يعني النادي الاهلي اقصد ايه ما بينساش لا هو النادي الاهلي بس هو له مواقفه في الوقت المناسب حقيقي وده شيء يحترم على فكره طبعاً. والتركيز برضو في المرحله الجايه دي يا كابتن اسلام مهم جدا الله. لان انت لو رديت على كل الناس اللي حواليك دي ما هو معلش يعني في ناس فضيت مش في ناس فاضيه دلوقتي هيقعدوا يتكلموا لك طبعا انت دلوقتي مركز في مهمه معينه خلاص المهمه خلصت لا انت لا احنا يعني بتكلم عن النادي الاهلي انت مركز في مهمه معينه عندك مباريات متلاحقه صحيح يعني زي ما عارفين كده طيب عشان 15 مباراة هسالكم عن هذه المباريات وعن الفاركو تحديدا والمباراه القادمه خلينا نطلع نشوف انفوجراف عن مشوار النادي الاهلي ومشوار فاركو ونرجع نتكلم بقى في هذه المباراه المهمه جدا. استاذ جمال زي ما حضرتك بتقول 15 16 مباراه في 45 يوم. في يعني طبعا كم مباراه؟ من يوم 28 يونيو ل 18 كل ثلاث ايام تقريبا بتلعب مباراه وبالتالي حتى المدير الفني والجهاز الفني مش بيلحق يدرب الفرقه. صحيح. فمش ناقص بقى كمان ترد او تنشغل بما يقال لان ما يقال مش هنخلص انت لازم تركز في المهمه بتاعتك والحمد لله ده انت وصلت لمرحله ان انت في المركز الثاني ولسه ليك مباريات مؤجله كتير وبالتالي مهمتك الاساسيه دلوقتي هي جمع النقاط واخد بالك اصعب نقاط يا استاذ جمال نعم اصعب نقاط اللي جايه واصعب نقاط وخاصه مع الفرق بقى ايوه دي اصعب مباريات بقى اللي هي المباريات مع الفرق واولهم طبعا ومنهم فاركو اللي هم بيحاولوا يبعدوا عن شبح الهبوط دي بتبقى مباريات صعبه جدا دلوقتي بعد الفوز على الاتحاد خلي بالك وبدليل انه مستر كوره حذر اللعيبه وقال لهم انا اتفرجت على الفرقه وشايف المستوى بتطور من مباراه اخرى طبعا كويس جدا فرقه عنده وعملت مباراه على فكره خسرتها قدام الزمالك 2-0 وكان ليهم ضربه جزاء مشكوك فيها واضحه يعني وضوح الشمس محدش اتكلم عليها ولا كانه خلاص دي عدت عدش يعني عاوز اقول لك هي عدت عشان ما لهمش صوت فخلاص مشيت فلا عاوز اقول لك انه مباراه صعبه انت عندك مباريات فاركو مباريات طلاع الجيش الداخليه والداخليه دول ثلاث يعني ثلاث مباريات في غايه ده دول ثلاث مباريات ورا بعض ده تلعب مع طلائع الجيش مرتين بعد فاركو والداخليه والداخليه وبعد كده تلعب مع بيراميدز فاعتقد انه ما ايه انا شايف انه هديه القمه هديه مقبوله انك انت ريحت نفسك هتاخد نفس برضه شويه لانه الفتره اللي جايه صعبه طبعا مهمه جدا
تشم نفسك تريح تشوف تفكر وتعمل تبديل وتوفيق. مهم جدا انك انت تتجاوز المباريات دي باقل الخسائر وانك انت تكون حريص. اللعيبه نفسهم لازم يكون زي ما يعني يمكن حصل في مباراه الداخليه وانفعال كولر على اللي حصل في المباراه وكانت ممكن في وقت من الوقت تفقد نقاطها. كل فرقه عنديها امل في البقاء هتقاتل على كل لحظه. فانت لابد يكون دوافعك اقوى انك انت تقضي على 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 ايه، على طموح الفرقه دي. انك انت لما تجيلك فرص خلص، انت هدرت كميه فرص في الشوط الاول في مباراه الداخليه كان ممكن تطلعك 3-4-0، شيء غريب جدا. تريحك 3-4 بقى وتخليك تطلع الخمسه اللي بتغيرهم وتنزل ناس ثانيه وتريح. لكن ما اعرفش في حاله الحسم المبكر زي طبعا. فاعتقد انه مباراه فاركو ومباراه الطلائع ومباراه الداخليه دول 9 نقاط مهمين جدا قبل مواجهه بيراميدز، لابد انك انت تخرج منهم يعني سالم. احنا طماعين مش دول بس، ما انا بقول لك قبل مواجهه المشكله المشكله يا استاذ محمود ايه؟ انه الاهلي ما عندوش رفاهيه. لا ما عندوش ان هو يفقد نقطه، مش هتلحق، ما عندوش الرفاهيه دي. ما عندكش وقت كمان، ما عندكش وقت والموقف صعب جدا حقيقي امام بيراميدز اللي هو شق طريقه يعني. يعني استغل جيدا، وده هم يعني يشكروا عليه هم كفريق، ان هو استغل غياب الاهلي ولم يفرط في نقاط. صحيح، ده كان الذكاء يعني. أيوه. ده نفس اللي عمله نادي الزمالك بلجنه حسين لبيب لما كان ايه، كمل هو الدوري لغايه ما انهاء وساب لك انت ايه بالزبط. المؤجلات، وانت بقى المؤجلات انت بقى ايه خلاص، انت لازم بقى حطيتك انا تحت ضغط بقى. فانا اعتقد ايه، انت من الخبرات مطالب انك انت هتلعب كل مباراه طبعا. ايه بطوله خاصه في حد ذاتها، فانت متجاوز انك انت تتخطى المباريات حتى تصل لمواجهه المنافس. في مباراه المنافس بقى مش عايز، يعني مباراه المنافس تعتبر نفسك هي البطوله يعني. ايه انك انت بتحط كل واحد بدراعه اي، كل ما انت بتضيف نقاط كل برضه ما بتزيد الضغوط. فاعتقد ان الحسابات ودي الوقت والموسم لابد يكون طبعا الجهاز الفني عنده حساباته، هو ليه تجربه ونجح فيها بامتياز 100% في الروتيشن في الموسم التاريخي وخد 5 من 5. اعتقد انه الحسابات برضو المره دي هتكون قويه جدا. اعتقد هو عارف حجم اهميه النقطه، اعتقد انه تركيزه وكلامه وتوجيهاته للعيبه في الفتره دي اعتقد ده شيء مهم جدا. ان شاء الله يكون التوفيق حالي في الاهلي بدءا من مباراه فاركو واستمرارا ان شاء الله باذن الله تعالى للحصول على اللقب والحفاظ على اللقب باذن الله تعالى. لقب 44 باذن الله، ده حقيقي. ويعني هي المباريات كمان الثلاثه المتتاليه، الفاركو الجيش في ماتشين قبل مباراه بيراميدز، دول مهمين جدا عشان تدخل تقابل بيراميدز في اول مباراه وانت واقف على وانت يعني على الاقل عندك يعني. وبالتالي ده مش معناه ان الماتشات اللي بعد كده مش مهمه، لا لا لا, لا, لا. انت ماتشاتك كلها مهمه، كؤوس. صحيح، انت بتلعب دلوقتي كؤوس في دوري مظبوط. سيبك بقى من الكلام اللي بيتقال وده اصل اتجامل، ده اتعمل متجامل في ايه، انا مش فاهم يعني. يا سيدي انا كده يلا خليها علينا احنا، خليها يعني عليك انت المره دي عشان ياخدوا منك انت ويقولوا ما ياخدوش مننا كل حاجه. خليها عليا انا، خليها عليا. طيب نتمنى رب كل التوفيق للنادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم اسبوع صعب جدا، او مش اسبوع، هو شهر ونص صعبين جدا جدا على النادي الاهلي خلال هذه الفتره، لانها فتره صعبه لا يحتاج فيها النادي الاهلي الا لجماهيره الا لحضراتكم مسانده ودعم. حتى لو لقينا شويه خستعه شويه من اللعيبه ارجو من حضراتكم ان انتم تعذروهم، لانهم صدقوني والله انا ببقى شايف وعارف الحاجات دي كويس جدا، بيبقوا نفسهم بس مش قادرين. لكن ان شاء الله لعيبتنا قدها وقدود، ومع الراحه ومع الروتيشن اللي بيعملها كولر كل حاجة تبقى كويسة. ولكن مساندة حضراتكم ودعم حضراتكم خلال الشهر ونص اللي جايين مهمين جدا جدا جدا. أنا بشكر شكرا كابتن إسلام، ربنا يخليك. شكرا جزيلا يا أستاذ محمود، ربنا يخليك. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع، إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم مع بداية الأسبوع القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.